الفعاليات، جلسات، مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ. اليوم هو يوم الحلول داخل المؤتمر، مبادرات من عدد من الدول وبحث عن الحلول بصورة جدية للتقليل من الانبعاثات الكربونية وإيجاد حلول لتقليل هذه الانبعاثات والعودة مرة أخرى لاتزان في الطبيعة يحمي الأجيال القادمة ويوفر لهم جميع متطلبات الحياة من أمن مائي وأمن غذائي وأمن بيئي. أيضا يمكن يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. بنرحب بك يا فندم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا وسهلا فندم. النهاردة يوم الحلول، عايزين نعرف يعني معنى هذا الحديث وكيف سوف يكون هناك حلول جذرية للمناخ وأهم المبادرات التي أطلقتموها اليوم. تمام. يوم الحلول هو نهاية الأيام الموضوعية للرئاسة المصرية، واللي بنطرح فيها بعض الحلول لقضية التخفيف وهي خفض الانبعاثات الكربونية أو التكيف مع آثار تغير المناخ. وكان من أهم اللي ما عرض اليوم مجموعة من الحلول فيما يخص ألف حل لأفريقيا. الألف حل بيتنوع على مستوى مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة. احنا وعدنا العالم بأن هذا مؤتمر التنفيذ، فكان لازم في يوم الحلول ان احنا نيجي بحلول تتناسب مع الجميع مع اختلاف الطبيعة في كل مكان. فعرضنا النهاردة مجموعة من الحلول في قطاع الطاقة، في قطاع المخلفات، في قطاع إعادة استخدام المياه، وفي قطاع حماية الشواطئ وقطاع الصناعة. وده كانت الحقيقة جايزة معمولة بالتشارك مع أحد المنظمات لمجموعة من الشباب حول العالم، ولازم كان يكون ما يتم طرحه هي أفكار طبقت بالفعل على أرض الواقع عشان نضمن إن هي يقدر ننفذها ونكررها. من ضمن المبادرات اللي تم إطلاقها النهاردة المبادرة الخاصة بالمخلفات، تدوير 50% من المخلفات بحلول عام 2050 لأفريقيا، وبدعم من البرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي، ووجود 20 دولة من دول أفريقية مهتمية بهذا الموضوع. لعل المخلفات ليس يعني باليسير على الناس ان هي تتضح لها ان المخلفات من اكتر القطاعات تطلع انبعاثات الميثان. وكان هنا برضو الفكرة بتاعة مصر ان احنا نعمل مبادرة للمخلفات مش لخفض الانبعاثات، لتوفير فرص العمل للشباب الافريقي ودخول القطاع الخاص لافريقيا. المبادرة الثانية استدامة المدن مع معالي وزير الاسكان، وهي خاصة بإيه هي الحلول لاستدامة المدن، وهنا بنتكلم على مدن تكون أقل تصديرا للانبعاثات باستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة، ومدن أكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ. ولعل أكبر مثال على ذلك قدرة الدولة المصرية لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء تستخدم الطاقة الشمسية، النقل الكهربائي، ترفع كفاءة الفنادق بتاعتها وكمان ترفع كفاءة محمياتها. فاللي احنا بنقوله قوة الغرف وبنتكلم عليه لتنفيذه احنا بننفذه فعليا على الأرض ليكون أمام العالم كله. آخر مبادرة، مبادرة النقل المستدام من خلال الفريق كامل الوزير، ودي بتحس على برضو الترويج لنظم النقل المستدام سواء القطار الكهربائي أو الجزء اللي خاص بالعربيات اللي بتعب بالكهرباء أو وسائل النقل الجماعي. وأيضا دي كانت من ضمن التدخلات بتاعت الدولة المصرية في تحويل مدينة شرم الشيخ لتعمل بالنقل الكهربائي أو النقل النظيف للمشاركين في المؤتمر. فكان إطلاق هذه المبادرة بيوري على الأرض إحنا بنعمل إيه فعليا. فده كان يوم الحلول. دكتورة ياسمين، أخيرا، التمويل دايما جزء من الحلول، هل وصلنا إلى حد التمويل نستطيع من خلاله تنفيذ هذه المبادرات؟ في بعض إحنا في بعض المبادرات حطنا لها أو لقينا لها تمويل، يعني البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة هيمول نقل التكنولوجيات لأفريقيا، وهنكمل حشد مصادر التمويل. عندنا المبادرة امبارح بتاعة الحلول من الطبيعة اللي تم إطلاقها للمجتمعات الأكثر هشاشة حول العالم. ألمانيا حطت 1.5 مليار دولار سنويا، أمريكا حطت 25 مليار من خلال المبعوث الأمريكي إلى عام 2030. إحنا بنحاول في مصر الحقيقة مجموعة المبادرات اللي أطلقناها ما تبقاش مبادرة وخلاص، ما تبقاش إعلان على حاجة
وتموت بعد مؤتمر المناخ. احنا حاولنا نطلع مبادرة يكون معانا شركاء من الحكومة، يكون معانا منظمات دولية، يكون معانا ولو نسبة بسيطة من التمويل، ونكمل حشد هذا التمويل عشان فعلا لما نروح الامارات نقول ادي اللي عملناه في مصر وادي اللي وصلنا له وادي التنفيذ الفعلي. دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتينا يا فندم. اعزائي المشاهدين، يمكن هذه اهم نقطة، وهي ان يكون هناك جانب للتمويل لهذه المبادرات، اضافة الى تنفيذ هذه المبادرات على ارض الواقع. ليس الكل سوف يكون لديه القدرة على هذه التنفيذ، لكن مصر استطاعت من خلال هذه القمة ان تقوم بحشد عدد كبير من جهات التمويل على مستوى العالم كما ذكرت وزيرة البيئة، اضافة الى استكمال هذا الحشد خلال الفترات المرحلة القادمة، وصولا لأن تكون هذه المبادرات ليست حبرا على ورق ولكنها واقع على الأرض يشعر بها المواطن سواء في المنطقة العربية أو في مختلف دول العالم، وصولا أيضا إلى التأكيد على حالة الاتزان البيئي وعودة الطبيعة إلى أفضل ما كانت عبر السنوات لم تكن فيها الثورة الصناعية مثل ما هي عليه الآن.